هلت بشاير رمضان، وبشاير رمضان بنبدأها بشهر رجب، شهر العمل الصالح والدعاء المستجاب، شهر الخير، شهر الحب والعطاء والأعمال الصالحة. وإحنا في هذا الشهر الكريم كان لازم نسمع جانب من الأناشيد الدينية ومدائح السنة النبوية. كل ده هنعيشه النهاردة مع ضيفنا المنشد الديني الأستاذ عبد الرحمن بلالة اللي منورنا في الاستوديو. دايما بنتشرف بوجودك يا عم عبد الرحمن. ربنا يخليك، كل صحة لك طيب. وحضرتك طيب وبخير، صباح الفل عليك، منورنا والله. صباح السعادة وصباح الرضا عليك حبيب قلبي. تحب نبدأ بإيه؟ على طول كده، مش هنضيع وقت في الكلام بقى. دعاء صغير كده. اتفضل. يا رب يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. الله يا الله يا من تكال عليك، يا عالم بحالنا وحالنا لا يخفى عليك، يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك، يا عالم بكل علوم يا سامع نهدى المظلوم، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروم. يا رب نورك في قلبي ما انطفاش ولا يوم، نور بصيرتي ده حبك من زمان لليوم، أدعو في باب رحمتك تغفر ذنوب الكون، ويبقى يوم القيامة أجمل وأسعد يوم. اللهم أمين. عليك يا عم عبد الرحمن، صباح الفل عليك ومنورنا. صباح الفل، صباح الخير. وبادي بقى بداية ودعاء وحاجة ما فيش بعد كده. احنا متعودين ان احنا تبقى معانا دايما وبيبقى عندك طريقتك في الاستعداد لشهر رجب قبل بقى لما ندخل على رمضان، واعتقد ان رمضان ده الموسم يعني الاكثر اللي دايما بيبقى فيه الاقبال اكتر على الانشاد الديني، لكن من اول رجب انت بتبقى مستعد والناس كمان بتبقى مستعدة انها تستمتع وتنظف ودانها وتسمع اللي ما بتسمعوش على مدار السنة. انت مستعد ازاي لرمضان ومجهز ايه؟ يعني طبعا دايما في النصوص الشعريه بالمناسبات، يعني احنا ان شاء الله نقول حاجه خاصه بشهر رجب اللي هو اهم يعني المعجزات اللي هو الاسراء والمعراج. يعني طبعا دي من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى قام علينا بيها، وكان الكرم لسيدنا النبي طبعا والتشريف لسيدنا النبي في المراحل بتاعت الاسراء، فمعموله كالشعر الاستاذ يوسف طه عامل لي الرحله بطريقه لذيذه قوي كده هنقولها. وبعد كده بتبتدي بقى يعني ايه بعد مع يعني كمان في مناسبات كتير، يعني مثلا احنا عندنا كمان ايه الاسبوع الجاي الليله الختاميه بتاع ستيله السيده زينب، يعني قال البيت كتير الايام دي كده المول بتاعتهم لحد اخر حاجه. انت بدايتك كانت في مولد السيد؟ بدايتك كانت في مولد السيد؟ بدايتي دي كانت اول مجات عن طريق الصدفه. والله الموضوع ده كان بالنسبه لي منشد مجاش، قمت انت طالع سبحان الله يعني وجلجلت، ويا سلام من ساعتها. حاجه كده ما كانتش حاجات تخطيط رباني سبحانه وتعالى يعني. طبعا المولد كمان غير دلوقتي خالص. كان زمان كانت كل الناس بيجوا من محبين آل البيت، كل ابل وبحر يجوا يقعدوا على الاقل 10 ايام 15 يوم. وجابين خيرهم معاهم بقى، جايبين بعارف العيش بتاعهم الجميل البتاول والكده، وبعدين برضو على قد حالهم. كان في ناس مثلا ايه يعملوا مثلا الفول النابت مشهور بقى زي كده، يعملوا عدس يعني الناس. لكن مثلا ايه في ناس بقى كانوا مثلا قال الخير بقى للمنطقه يجيبوا لهم بقى مثلا اللحوم وكده بتاعه وبتاع يعني الوجبات بقى برضو. بس هو مجرد وجودهم اساسا يعني حبا في آل البيت، يعني في واحد طبعا ما يقدرش يمتلك ان هو يروح النهارده يعمل عمره او يروح هناك. فمثلا راح لسيدنا الحسين، شوف بقى هو بيحب سيدنا الحسين حبا في سيدنا النبي، لان يعني عليه الصلاه والسلام. فهم كده، فدي كانت بتبقى حاجات جميله بالنسبه ففي كم في حاجات ديني لحد ليله النصف من شعبان دي تحويل القبله، وفي نفس الوقت ده الليله بتاعت الاقتماع بتاع
ستنا السيدة عائشة. وبعدين بنخش بقى على بداية رمضان برضو، حتى رمضان ليه نصوص شعرية بتتقال في الأول في البداية وفي النص وفي الوداع، يعني عارف غير بخلاف مثلا ليلة الرؤية كده يعني. طيب فنقول أنت بتحضر موالد من زمان، هل اختلفت الأناشيد في المواليد؟ كتير كتير. دلوقتي بقى الدي جي، المواليد بقى الدي جي للأسف الشديد يعني. بقت معمولة بالدي جي بس وكدا. احنا بنعتمد على وجودك برضو يا عم عبد الرحمن ان الدنيا تفضل زي ما هي يعني. والله انا يعني كده كده لازم بنزل الموالد، بنزل ازور طبعا، لان حاجة انا اتأقلمت عليها من زمان، بس بيبقى صعبان عليا اني ما بشوفش الحاجات ديت. يعني كمان يعني تلاقي حتى الناس اللي هم ايه، في ناس سريفيين كده او ناس مش متعلمين يعني. بس هم مجرد الحضارات اللي كانوا بيعملوها كانوا بيقعدوا يقولوا مثلا الايه الحاجات لابن عروس لابن الفارض، هم حافظينها لدرجه ان مره بسال واحد على حاجه كده بقول له دي معنتها ايه، فلقيته شرح لي المعنى يعني في حاجات نصوص شعريه مثلا يعني. في ناس كتير ما تيجي تسمع الشيخ ياسين التوامي ما يستوعبوش قوي الشعر اللي بيقوله، شعر طويل هو دايما بيقول سيدنا بيقول لابن الفارض يعني. في ناس ما وفي ناس بقى عارف حافظين كلمه كلمه وعارف يعني الكلام ده. الحضر كلها كانت كده، او الموالد كانت كده اساسا. حتى الموكب اللي كان بيخرج بتاع الطرق الصوفيه اتخذت الالحان بتاعته اتعملت بطرق تانية يعني. مثلا انا كنت في حفله قريب، ف من واحد من الاخوه اللي موجودين رواد المكان يعني، فبتقول لي قالوا لي ان انت، هي بتجيبها مداعبه يعني، ان انت مش حافظ الاغنيه بتاعت مدد مدد بتاع الاستاذ محمد منير. قلت لها مش اسمها كده، انتوا سمعتوها كده، يا مش كده. قلت لها كان زمان الموكب بيخرج المحمل بتاع المولد النبوي ده، فبتمشي الطرق الصوفيه، فبيمشوا يقولوا بقى اللحن ده اللي انتوا سمعتوه بقى كده دلوقتي يعني. عارف بص بقول لك ايه، مدد يا رسول الله. بص وبس اختلاف الكلام بقى الاصل بتاع زمان ده. اجي العمل يا احمد يوم طلعت المحمد والأنبياء تشهد إنك رسول الله يا كميل المعنى مدحك مجمعنا يا اللي انتو هنا معنا صلوا على رسول الله مدد 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 يا رسول الله الصلاة والسلام علينا. نفس اللحن بس خدوا الموضوع، لكن الكلام اللي كان بيتقال كمان زي 100 طريقة أو طريقة دلوقتي للبردة البصيري. وكل المنشدين اللي جم اللي هم جن تصدروا جن اساسا من بره من اي بلد من اخواننا الدول العربيه، هم ما بيجوش، ما فيش اي جديد. هم قالوا النصوص، قالوا الشغل بتاعنا احنا، بتاع الشيخ طه الفاشني، الشيخ ابراهيم الفراني، الشيخ محمد عمران، كل اللي بيتقال ده هم بيقولوه. واضافوا الارتان بس. يعني مثلا لسه سامع من قريب كده في ايها المختار من خير الورى خلقا وخلقا من الكمال توحدا، عاملينها بس برتم بدل ما كانت حره، مع انه كان الاجمل لما كان المنشد والبطانه بتاعته. اسمها حره دلوقتي، ايه رايك؟ ماذا اقول لمدحي والله طهر من سفاح الجاهليه احمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام عشان خاطر قول معايا مرة حاجة كده الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام حضرتك موجود بقى طبعا الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر
أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوص النادى. الله الله الله. طيب كنت بتقول لي الموالد بقت أغلبها دي جي، ده علشان الناس عايزة تسمع أصوات مختلفة في نفس الوقت، وعايزة تسمع زي ما كنت بتقول بقى الإضافات اللي حصلت على الأناشيد، ولا علشان خاطر المرشدين ما بقوش يتواجدوا زي الأول؟ ما هو المرشدين يعني هم المرشدين موجودين موجودين يعني بسم الله ما شاء الله، ده كمان في منشدات بقى كمان مش مرشدين. يعني أنا آخر الجيل بتاعنا، اخر الجيل اللي هم اللي كان اصدقائي رحمه الله عليهم بقى، كانت اخر واحده زينب يونس رحمه الله عليها، ده كان اسمه ثلاثي، كان في ثلاثي المرح وثلاثي المصلح، كان كده ثلاثي، ده كان الثلاثي الديني، الحاجه روحيه والحاجه وجنات والحاجه زينب يونس، دي كانت طبعا اسم معروف قوي، كانوا بيعملوا حاجات يعني الحمد لله رب العالمين. انا حضرت يعني انا حضرتهم مش وانا بغني، انا حضرت او بنشد، انا حضرتهم وانا بعزف كمانجه يعني وتعلمت كتير قوي منهم كتير يعني. دايما المعهد بقى؟ نعم. ده ايام المعهد؟ لا ده كان في الاول خالص، انا كنت ده كان مركز الشباب، وكنت بقى ايه انا في المنطقه بتاعتي انا الكمانجات الوحيد بقى وولد صغير وكده وبتاع، فايه وكنت غاوي الشغل يعني ده كان بالنسبه لي كان مهم جدا. انا المشايخ أنا يعني انا فاكر كان في اول مره كان يبقى في اذان كرد مثلا، كان عامله واحد اسمه الشيخ ابراهيم فتح الله الاسكندراني، ربنا يبارك في اولاده الموجودين دلوقتي كده في نقابه المرشدين. يعني الشيخ ابراهيم الاسكندراني ده كان حاجه كده، او عموما الناس بتاعت زمان كلها يعني كانوا بيعلموا الواحد كده بطريقه، ده كنت كان غاوي يعني او كان يحب قوي يعني، هو من سكان ستين السيده زينب يعني، كان قصاد المسجد هو، وكان طبعا بيأذن في المسجد، وده اتعلمت منه حاجات كتير قوي من ضمن الناس اللي كانوا يعلمونا مثلا زي الارتجال. أيوة. انا كنت عارف ارتجال منين، مش اشتغلت مع فنش زي مثلا يوسف شتا، وبقيت استعجب ازاي يفكر ازاي، لان مثلا هيقول موال وفي اخر الموال لازم في حاجه مهمه جدا القافيه الفايده بتاع الموال بتاعه المكان، يعني طريقتك في قفل الموال او في طريقتك في قفل الانشاد بتختلف من المكان ومن الجمهور ومن سنه حسب الموجودين، ولا الطريقه واحده عندك بالنسبه لانه الجميع لا جاي لا يسمع المتحف البيت يعني. انا في اماكن ببقى متواجد فيها كل اللي بيتقال كلها نصوص شعريه وفي حاجات بس خد بالك كل حاجه هتقولها كل حاجه هتنشدها، وفي اماكن يعني مثلا ايه حاجات برضو ايه يعني يعتبر ايه كلام جديد شويه بطريقه في الغنى، بس جديد محترم يعني مش جديد مثلا يعني هو مش لغه عربيه. يعني انا في حاجه من ضمن الحاجات المحبوبه ليا قوي مثلا كلمات الاستاذ امل الطاير، يا ربي يبارك لنا فيه ويشفيه يا رب، دي عيله الطاير دي من الناس اللي هم يعني برعوا في الكتابه في كل المجالات يعني. فكان عامل لي حاجه اسمها مش عارف اشكرك ازاي. يا بصي الاسلوب بتاع اتفضل. يا رب مش عارف اشكرك ازاي على اللي عملته كتير ويايا، انا مش عارف اشكرك ازاي على اللي عملته كتير ويايا، ولا خايف من بكره الجاي ما انت تملي يا ربي معايا، واقف جنبي في كل دقيقه وبترضيني باي طريقه، وقفت في رجها في عز الدقيقه قولي هرد ده كله ازاي، انا مش عارف عطفي وستري وصحه اديتني ومغرقني يا ربي بخيرك، عطفي وستري وصحه اديتني ومغرقني يا رب بخيرك، كل ذنوب واللي مطمني اني لا يمكن اعبد غيرك، واللي تعبني وفيا مقصر
إن أنا رغم ده كله مقصر واقف جنبي بكل دقيقة وبترضيني بأي طريقة وبتفرجها بعز الدقيقة. قولي حرد ده كله إزاي أنا مش عارف. الله، أنا بس في حاجة وحضرتك بتقول يعني كل ذنوب، المقام اللي استخدمته في كلمة كل ذنوب دي تخلي أي حد يعيط. المسألة مش مسألة صوت حلو وخلاص، ولا أن حد عارف المقامات حتى، المسألة مسألة إحساس باللي أنا بقوله. فأنا شايف في إحساس حتى في الكلمة، في كلمة كل ذنوب دي، يعني فعلا تخلي أي حد يقعد يعيد تفكيره مرة تانية. أنا بس من كلامك من شوية عن الارتجال، ما أعتقدش أن أي منشد يقدر يرتجل، الموضوع ما هوش سهل. لا، هو عايز حتة خبرة، يعني لازم يكون استفدت من خبرات كتير. يعني بتاعتك دي بقى، يعني ده انا هقول لك على حاجه غريبه قوي. يعني انا صغير، لسه صغير، وشغال مع، كان في فنان رحمه الله عليه اسمه الريس يوسف شتا. يوسف شتا ده كان ليه كاسيتات ومن غير عدد، يعني قصص وحاجات كده يعني، وكان راجل لذيذ قوي في تعامله كده الفن الشعبي. فروحنا مره شغل انا ومعاه واحد من المنطقه من عندي بيطبل وانا واخد الكمانجه وكده. فروحنا طبعا، انت عارف الكنكه المكنه بتاع زمان، الميكروفون ديت، وهو مايك قدام الفرقه كلها، ومايك اللي هو هيقول فيه يعني. فانا طبعا انا فرحان بقى شغال مع رئيس الشتا بقى، الراجل اذاعه التلفزيون وكده وبتاع. فروحنا الليله ما 10-15 واحد، هي او عموما البلد دي كانت هنا اللي اسمها مشيه نصر اللي على الاوتوستراد دي. كان لسه البيوت معدوده يعني، تعدوا على الصوابع كده، اللي هي بقت ابراج دلوقتي كلها معدودين يعني. فليله عند الناس اللي هم بيملوا الخرده بتوع الالمونيا دول يعني. هو حي حبايبنا وكل صناع الالمونيا، المهم قاعد يقول الالمونيا الالمونيا، لازم يقفل بالمواد بقى. بص المخ بقى كان في اليام دي، يعني ايه كويس انت ما حضرتش اليام دي، يعني كانت العمله بتاعتنا القرش بالالمونيا، يعني كانوا يركبوا الاتوبيس والحاجات دي. بقولك شوف زمن العجايب بقى القرش الالمونيا. فحتى حته في شغل الجناس والتوريه في الحاجات دي، تلاقي ايه هي الكلمه ممكن تشكيله تغير الموضوع خالص. وكان دايما متخصصين في اللون ده، مثلا حتتنا احمد حسن ده كان علم من علم الصعيد. يعني مثلا الشيخ الرئيس يوسف كان يقول مثلا ايه، اللبن لو رابكوا الخير ولا تخضوش، والبحر لو زاد ارجع ولا تخوضوش، والوحش لو كان بلاش ارجع ولا تاخدوش. هم الثلاثه زي بعض الثلاثه. يعني على اللي ما طمرت فيه لقمتنا ونفسه كبرت ولا قدرش ليه قيمتنا، ما يشوف لقمتنا ولقمتنا بيزم فينا ولسه بق لقمتنا، يعني عارف بيبقى غاويين هم وفي حاجات. محمد طه كان دايما يعمل كده. هم من ضمن الحاجات دي، وانا ارضى اسعدني الحظ ان انا اشتغلت معاه. احنا بقى عايزين نتكلم، يعني انت دلوقتي عملت فتح لنا حاجات كتيره، محمد طه والشيخ محمد عمران وتفاصيل كتيره قوي، لكن عايزين حته ارتجال كده، ايه رايك؟ انا عارف انك دايما جاهز يعني. لو ربنا خليك، بس عايز ارتجال لايه؟ عايز اقول لك لايه يعني؟ اي حاجه ممكن ارتجال بعد الفاصل، نخليها بعد الفاصل. لا اللي انت يعني قول لي مثلا اي حاجه معينه اقوم اعمل لك، يعني اقوم مجهز على طول لشهر رجب مثلا. طب احنا اولا بشهر رجب، قبل ما نقول ارتجال، قبل ما ننسى نقول النص بتاع شهر رجب، نقوله دلوقتي. ماشي، يلا اتفضل. يا رب تقول معايا حاجه بقى، انا بستمتع انا بنشاطك. ما اقدرش يا عم عبد الرحمن في وجودك والله. ان شاء الله هتقول معايا او ان نظبط الطبقه. في كل عام من رجب نتذكر المعجزات، في كل عام من رجب نتذكر المعجزات، ياخد عقولنا العجب من روعة المعجزات، أرض وسماء وأبراج لله بيكونوا آيات. يوم الاثنين 27 من رجب يا مستمعين، ذكرى الإسراء والمعراج، فضل من رب العالمين، من مكة الإسراء للأقصى، البراق للسرعة الأقصى، ليك يا نبينا شرف الأقصى، أعلى مكان فعلي جبريل.
كان صاحبه وزميله في المعراج وهداه ودليله، والكون نور له أناديله، أصله حبيب رب العالمين. جبريل قال ما اقدرش اعدي، ده ما املك يا محمد اعدي. جبريل قال ما اقدرش اعدي، ده ما املك يا محمد عدي، وان فات غيرك يبقى تعدي، يحرقوا نور رب العالمين. يا حبيبنا وشفعنا وزدنا، كل صلاتنا عليك تسعدنا، كنت قاب قوسين أو أدنى. حبيبي يا رسول الله في السماوات عديت السدرة، كنت بحضرة رب القدرة، شفت نعيم الجنة الخضرة، شفت النار مأوى العصين. بالملائكة المصطفى صلى، بالملائكة المصطفى صلى في الأقصى ورحاب، ما شاء الله مجد وعزة ونصر من الله على الكفار وعض لي. كنت عزيز في الملأ الأعلى، كنت ما بين الخلق الأعلى، اصطفاك سبحانه الأعلى تنشر الإسلام والدين. 50 صلاة كانوا فرض علينا، 50 صلاة كانوا فرض علينا، ورجت ربك يلطف بينا، خلاها 5 تشفع لينا. إكرام ليك يا صادق يا أمين، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا يا صلي وسلم دائما عليه الصلاه والسلام على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا سيدي عبد سيدي. الرحمن الجمال احنا ده. متمتعين. خلينا نكمل تاني بعد الفاصل، هسألك تاني عن الكلام اللي انت بتقوله، ازاي ممكن ينشر بين الاطفال حاجات هم مش عارفينها، وازاي ده ممكن يعمل توعية دينية اصلا من خلال الانشاد الديني. بس بعد الفاصل خليكم معانا. عم عبد الرحمن برالة المنشد الديني موجود معانا في صباح الخير، خليكم معانا. فقير وقاصد كريم عشمي يا رب كبير، فقير وقاصد كريم عشمي يا رب كبير، العبد في التفكير والرب في التدبير، باللحظة والتانية بيبدل عسير بيسير. صباح الفل على المشاهدين وحبايبنا من برنامج صباح الخير. الله. انا كده اكتفيت خلاص، انا كمحمد اكتفيت خلاص.
الارتجال والمواقف بقى. طب قبل الفصل كنا بنتكلم في ازاي الاطفال ممكن تكون تعرف حاجات هي ما تعرفهاش، تتعرف على قصص احنا موجوده جدا في الدين ويعرفوها من خلال الانشاد الديني. اصلا الاطفال بتقبل على انها تسمع الانشاد الديني؟ هو في شباب دلوقتي يعني من منشدين الشباب بيجيوا الحاجات اللي ايه البسيطه، يعني مثلا ايه اللي ممكن اي حد بيغني او مش بيغني يقولها، يعني في حاجات في الصلوات على سيدنا النبي كده سهله قوي تتقال يعني، وفي اغاني برضو تتقال برضو سهله. يعني انا مش متخيل، انا كان عندي مثلا في المهرجان بتاع محكى القلعه انا خلاص انا قدام مني بتاع ربع ساعه وبخلص الساعتين الوقت بتاعي، وقلت قمر. انا يعني عارفه التصوير كان جايب، يعني عارفه انت طبعا احنا كان في حوالي بتاع حوالي 25 30 الف موجودين في الـ في الـ في, الـ في الحفله، حاجه كده ايه بترج يعني، حاجه تسعد اما يبقى الجمهور. ففي دي حاجات سهله بالنسبه في حاجات الاقرب للناس والناس عارفاها وحافظاها حافظينها. في حاجات بتتقال لهم بقى يعني ايه للمستوى بتاع اللي كنا نقوله لها، مثلا يعني لما نيجي مثلا في ذكرى الهجره بتاع سيدنا النبي مثلا، فبنبتدي نحكي الحكايه اللي هو خدها اللي هو الغار والمخيم على العنكبوت والجو ده، فتلاقي الحدوته بتاع الابتدائي فاهم انا بحكي له القصه. النبي وابو بكر اتنين، ابو بكر سخيل يدين، العنكبوت خيم عالزين، خيم عليه في الغار وكساه، كان النبي في حالات النوم، نزلت دموع ابو بكر تعوم، جت على خد النبي صحان، قال له مالك يا صديق، هو في الوك ريح وصل لك ضيق، قال له ثعبان في الوكر عتيق، أرصني يا رسول الله، قال له تعالى يا ثعبان، ياللي عبت وعيبك بان، بتقرص أبو بكر العدنان، مش خايف من هبة الله. وبنحكي القصة بتاعت الهجرة، لكن لما يكون ناس يعني ناس بقى يعني كبيرة، مش هقول القصة يعني مش هتكلم عن الهجرة دي، اتكلم عن العمق نفسه، ان احنا لولا الهجرة ما كانش يبقى لينا وجود. يعني ممكن اقول مثلا نعم تقول ايه بقى مثلا ايه هجرتك يا رسول الله، حكمة جليلة لأمر الله، عزة ونصرة للإسلام، مجد ورفعة لدين الله، كانوا الناس عايشين في ظلام وبيعبدوا حجرة وأصنام، جيت يا محمد بالإسلام وقفوا لك أعداء الله، كانوا الناس أسياد وعبيد، عربي وعجمي وعبد وسيد، جيت بالعدل وفكر جديد، كله سواسي أمام الله، الأنصار بالله حبوك، أمنوا معاك بعد ما نصروك، وبالظهور خرجوا يقابلوك وقالوا لك يا رسول الله، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. سلام. يعني هو جمهور محكى القلعة ليه نصيب يسمع قمر، وجمهور صباح الخير مصر لا؟ إمام الواصلين، جليس الذاكرين، أنس الموحدين، أمان الخائفين، نجاة الهالكين، إمام المتقين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، شفوق على الغلابة والمساكين، يا من للأمة شفيع وضمين، أنا في جاجك والحاضرين، وأجمل من كلام طرقت عين، وأجمل من كلام طرقت عين، وأحسن من كلام تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، قمرٌ
قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قمر عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام قمر سيدنا النبي قمر عليه أفضل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الورى لولا زهورا ولم يكن الورى لولا زهورا أنار الكون كل بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عليه الصلاة. طب ما كمل بقى يعني هو ينفع يا إله الكل كل كل لجل النبي لجل النبي أنت عالم بي كل كل لجل النبي لجل النبي يظلموني أنت شايف يتهموني برضه عارف من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي انا في جاج النبي تنصر بلادنا والنبي انا في جاج النبي تكرم عبيدك والنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي دي القعدة حلوة والنبي عند النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام علاقتك بالشيخ محمد طه وإنك تقدر تعمل نفس اللي بيعمله بالظبط والصوت والتقليد حاجة يعني اللي يسمعك يقول إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ احكي لنا الموضوع مش إزاي؟ عم الشيخ محمد عمران ده كان حاجة يعني ايه لوحدي كده ملوش لا شبه ولا زي ولا اي حاجة خالص يعني في طريقته يعني حتى في التسجيلات الهندسية في الويفة بتاعت الصوت بتبقى مثلا القرار ده بيبقى عريض قوي يعني فتلاقي الويفة دي عاملة من تحت عاملة كده اما كل ما يعمل الجواب او جواب الجواب يبقى عامل زي الهرم كده الشيخ محمد عمران لا الشيخ محمد عمران عامل كده تحت وفوق يعني القرار ده بيبقى حاجه كده حاجه قويه جدا زي الغير الاولاني بتاع العربيه كده البولة العجوز ده هو جواب الجواب عنده كان كده ما يخسش او يبقى ضعيف ده من ناحيه الصوت من ناحيه بقى ان هو ايه يعني ايه الولد بتاعته دي عمره في تاريخ حياته ما عمل حساب لحاجه هي حاجات ربانيه كانت تخرج منه كده بفضل ربنا
يعني مش حاسب لها. ممكن ابقى انا بغني مثلا وعامل حاجه مثلا, انا عامل مثلا ايه بياتي زي ما الاستاذ محمد قال لي كده, انت عملت هنا صابة, انا كنت عامل سيكا ولقيت الكلام شدني ان انا بقول كل ذنوب فقمت عامل الصابة لان فيها حته الحزن يعني فيها شكل شويه. فممكن اكون عامل حساب, لا هو مفيش الكلام ده ومفيش اي حد على وجه الارض يعرف عم الشيخ محمد عمران ده هيقفل امتى او يصدق, لو بيقرا مثلا هيصدق امتى, ابدا ابدا محدش يعني. اي قارئ اما يجي يقرا انت مجرد هو بيصفي بيسلم كده خلاص هو كده عارف انا اقول صدق العظيم ده, لا ابدا عمرها ما حصلت بحكم العمر اللي انا عشته معاه يعني. يعني كانت حاجه كده رباني فيه. طيب احكي لنا عن علاقتك بيه كانت عامله ازاي, موقف مثلا حصل بينكم؟ لا ده هو الموقف دي, ده مواقف كتير قوي يعني. هو كان رحمه الله عليه كان طبعا كانت كل الدنيا كانت تتمنى يبقى متواجد عندها يعني 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 كان في فيديو متداول كتير قوي كده في على السوشيال ميديا, كان وناس كانوا فاكرين ده كان المكان ده عندي في البيت, انا عندي الفيديو الشغل الاصلي بتاعه يعني. وانا احنا كنا في يعني هو كان في انا ما اعرفش انا مش قابله يعني ما فيش دماغ ان انا قابله. ده انا الشيخ ممدوح عبد الجليل رحمه الله عليه ده كان رئيس فرقه الشهاده الدين بتاع الاوبرا, ده صديق عمري يعني وكان صديق الوالد يعني. فانا بكلمه بالتليفون بالصدفه بيقول لي ده انا عندي كان لو تفتكر الاستاذ سعد محمد حسن عازف الكمانجه بتاع المسيه كانت عندهم حاله وفاه فحصل اكبر, فانا قلت له هاجي اوصلك. انا ما اعرفش مين هناك, انا كفايه ان انا هشوف الفرقه المسيه بقى من البلد هشوف الناس اللي دي يعني كده فرحان يعني. فروحت قلت الشيخ عمران بيقرا طبعا انا ايه 100 واحد واحد بيأمنوا عليه عشان يروح معاهم كده. قمت انا عامل له موضوع كده بقى في دانه كده ان انا عندي مشكله في البيت, وقال لي قلت له معلش ما مش هينفع لقطه من بتخلص نتكلم عشان الموضوع كده وصل. هو قال ان في مشكله عندي في البيت عشان حتى سبحان الله لسه قلت له كده الموضوع ده, وواحد جه بيكلمه قال له لا انا في موضوع لازم اخلصه مع عبد الرحمن يعني. هم مش سهل انت فرض مش سهل عملت له فيلم كده. فروحنا بقى لا فيلم ولا حاجه, فروحنا فتلاقي ايه يعني يعني هو ايه حاضر في اي حاجه يعني. احنا مثلا إيه انا عشان دول السلطنه, فانا عندي جرامفون, فعندي حاجات لعباسي البليدي وعبد الفن عبد اللطيف افندي مش عارف ايه وصالح افندي عبد الحي والانسة ام كلثوم حاجات كده, عندي حاجات قديمه من دي. فقاعدين بيسمعوا حاجه لعباسي البليدي كده اللي حكم واللي امر, فالسلطنه متجوز. المهم فعم الشيخ محمد قال لي يا من هواه لا يا رب, قال حاجه قال فيها لي في نواليك يا مولاي اماله, وخلص الجزء بتاعه. والدور بقى الشيخ ممدوح, فقال اغنيه بتاعت حلم بتاع ام كلثوم, فتاه منه الكلام. فابتدت الاغنيه كلها بقى الشريط الفيديو كان كاميرات اللي عارف ال 45 دقيقه دي منهم بالظبط 40 دقيقه بقى يقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام كله. بس انا اجمع لك اللي هو كان بيقول ايه. لي في نواليك يا مولاي اماله, لي في نوالك يا مولاي آمال, من حيث لا 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 ينفع الأجلون والمال, وليس لي ولمثلي غير جودك يا من لا تدانيه أشباه وأمثال. فجد علي ولاطفني بعفوك عن ذنبي, فشأنك إنعام وإفضال. إني قد قدمت معذرتي يا صاحب اللطف. يعني الموضوع شرحه طويل بس انا بحاول انجز لك, بس صعب انجز السلطان اللي عموه عاملها يعني. والشيخ ممدوح تاه الكلام فقال له ايه بقى, هم قلبوا الاغنيه التيمه يعني ايه زي المذهب وكوبليهات. قول بقى يقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام كله, بقى يقول لي وانا اقول له وخلصنا الكلام كله, بقى يقول لي وانا اقول له بقى يقول لي وانا اقول خلصنا الكلام كله, بقى يقول لي وانا اقول
وخلصنا الكلام كله بقى يقولي وانا اقوله بقى يقولي وانا اقوله وخلصنا الكلام كله. جملة عادية خالص بس صنعوا منها ايه؟ ومفيش يعني مثلا ايه مفيش واحدة حتى شبه التانية. دليتا والشيح قايل فيه بيقول فيه جل من أنشاك يمنا وسنا جئت بالآيات والبشرى لنا. أنا عديتهم 46 مرة موجود اسمه جل من أنشاك للشيخ محمد عمران 46 مرة دي ومفيش واحدة شبه التانية. جل من أنشاك يمنا وسنا جئت بالآيات والبشرى لنا جئت بالآيات والبشرى لنا حتى عدهم وعايز واحدة حتى شبه التانية. طيب احنا فاضل لنا دقيقة واحدة وعايز اختم بالموقف الكوميدي اللي حصل بينك وبين الشيخ محمد عمران وقت الانصار ماشين. انا كنت عامل دمه خفيف قوي الله يرحمه. كنت عامل الانصار بغني فيه كده في 13 ثانية كده بيقول حاجة نواني كده وهو ايه سمع كل ما عمل لي رن عليها كل شوية الانصار شغال فقام بتسيب لي رسالة فانا انا الاول بقول ايه اهلا بالغالي اللي بقالي كتير مستنيك انا كنت في سيرتك مع نفسي وبفكر فيك من فضلك سيب لي نغم صوتك اتونس بيك وكمان تليفونك ورسالتك لاجل اسعد بيك وانا لما اقعد واسمع نغمك ان شاء الله راح اطلب رقمك لاجل اسعد بيك شكرا ليك. السلام على من تبع واتبع الهدى إحسان إلى يوم الدين ليلة سودة وهم طيين بطين يوم اخترعوا الأنصار ماشين رد على أبوك عمران يا عبد الرحمن يا ابن 60. خير خذاب. شكرا جزيلا ليك يا عم عبد الرحمن شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بيك والله حبيبي ربنا يخليك نشكرك شكرا جزيلا طبعا نورتنا وشرفتنا خليك كل سنة وانت طيبين حبيبي حضرتك طيب.